ماذا تعرف عن تاريخ صاروخ سكود الشهير؟ كتب كاي ميزوكامي كاتب متخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي تقريرا نشرته مجلة ناسيونال انتريست الأمريكية عن تاريخ صاروخ سكود بدءا من استيلاء الروس على التكنولوجيا الألمانية لصناعته أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى استخدامه في حرب اليمن التي ما زالت مستعرة. يستهل الكاتب تقريره بتنبيه مهم قائلا: بينما لم يطلق صاروخ سكود مرة واحدة بقصد الإضرار بالعدو أو إلحاق الأذى به أثناء الحرب الباردة التي صنع من أجلها، إلا أن المفارقة تتمثل في أنه أصبح تهديدا عسكريا كبيرا جدا في حقبة ما بعد الحرب الباردة. ومنذ ذلك الحين طور الصاروخ إلى صواريخ أكثر خطورة، بل الأسوأ من ذلك، أطلق برامج أبحاث الصواريخ على يد الدول المارقة. الصاروخ الأكثر شهرة سكود ألماني الصنع. يمضي الكاتب إلى أن سكود أحد أكثر الصواريخ شهرة في العصر الحديث. طور صاروخ سكود الباليستي القصير المدى بوصفه أحد الأصول النووية للقادة السوفيات خلال الحرب الباردة. واليوم وبعد مرور أكثر من 6 عقود تناثرت مستنسخات صواريخ سكود في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن العثور عليه في الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية إلى إيران. وصارت صواريخ سكود المزعجة مرئية أكثر من أي وقت مضى، حيث أطلق العشرات منها في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة. وصاروخ سكود نتاج مباشر من تكنولوجيا الصواريخ الأرمانية التي جرس الاستيلاء عليها في زمن الحرب، وأدت التجارب السوفيتية مع الصاروخ النازي V2 إلى جهود تطوير مدتها 10 سنوات بلغت ذروتها في عرض الصاروخ R11M عبر الميدان الأحمر في نوفمبر 1957. وكان هذا الصاروخ الأخير يعمل بالوقود السائل، وقد وضع على منصة إطلاق ناقلة مجنزرة لا تختلف عن منصة إطلاق بوكوكسونغ المجنزرة الكورية الشمالية. ويمكن للصاروخ R11M إطلاق رأس حربي تقليدي شديد الانفجار إلى مسافة 167 ميلا، ورأس حربي نووي أثقل إلى مسافة 93 ميل. وأطلق الناتو على صاروخ R11M اسم سكود، ومع ظهور النسخ اللاحقة أصبح يعرف باسم سكود A. يوضح الكاتب أن المدى القصير لصواريخ سكود، أي جعلها نظام إطلاق تكتيكي للأسلحة النووية، وكانت دقة الصاروخ ضعيفة مع احتمال حدوث خطأ دائري، أو المسافة التي سيسقط خلالها نصف الرؤوس الحربية للصاروخ يصل إلى 1.8 ميل، أي قرابة 2.5 كيلومتر. والحالة البدائية للتطوير المبكر للأسلحة النووية كانت تعني أن صواريخ سكود، على الرغم من كونها نظاما تكتيكيا، كانت لا تزال مجهزة برؤوس حربية كبيرة تصل قوة انفجارها من 20 إلى 100 كيلو طن. نموذج أكثر دقة. جرى تحديث تصميم صاروخ سكود الأساسي عدة مرات خلال الحرب الباردة، وقدم R17 المعروف أيضا باسم سكود بي في سنة 1965. وانتقل سكود بي إلى منصة إطلاق بعجلات 8×8، وزاد مدى إطلاق الحمولة النووية من 93 إلى 167 ميلا. وأدى نظام التوجيه بالقصور الذاتي الجديد إلى تقليص عدم دقة النموذج بي إلى 0.6 ميل. وبينما لم يكن الصاروخ الجديد سلاحا دقيق التوجيه بأي حال من الأحوال، فإنه كان لا يزال أكثر دقة للغاية. وقدر المحلل العسكري ستيفن زالوجا العدد الإجمالي لصواريخ سكود من جميع الأنواع بحوالي 10,000، مع بقاء 5,000 حتى سنة 1997. وقدر إجمالي إنتاج مركبات الإطلاق ب800. ولم تعد صواريخ سكود تنتج ولم تعد في الخدمة لدى الجيش الروسي. لم تكن نهاية الحرب الباردة تعني نهاية صواريخ سكود، إذ استخدم الصاروخ لأول مرة في الصراع خلال الحرب العراقية الإيرانية، عندما استخدمت صواريخ سكود الإيرانية التي اشترتها من ليبيا ضد المدن العراقية. وبدأ العراق الذي لم يكن قادرا على الرد بمهاجمة المدن الإيرانية البعيدة بصواريخ سكود الخاصة به برنامجا لتطوير صواريخ بعيدة المدى. ونتج من ذلك صاروخ الحسين، وهو صاروخ باليستي يصل مداه إلى 499 ميلا. وأطلق المئات من صواريخ سكود الإيرانية وصواريخ الحسين العراقية خلال الحرب على أهداف مدنية بالأساس، حيث أطلق العراق وحده 516 من صواريخ سكود بي إس وصواريخ الحسين على الأراضي الإيرانية.
صواريخ الحسين العراقية. يشير الكاتب إلى أن العراق استخدم صواريخ الحسين مرة أخرى في سنة 1991، حيث أطلق ما يقدر ب93 صاروخا منها ضد إسرائيل والسعودية خلال حرب الخليج. بينما لم يعد عراق صدام حسين موجودا، استمرت إيران في تطوير الصواريخ البالستية. وتعتقد مبادرة التهديد النووي أن إيران لديها ما لا يقل عن 200 إلى 300 صاروخ من نوع سكود، مع 12 إلى 18 منصة إطلاق متحركة و25 إلى 100 صاروخ شهاب ثلاثة، المطابق للصاروخ البالستي المتوسط المدى الكوري الشمالي نودونج، مع 6 منصات إطلاق ونودونج. كما سنوضح لاحقا تعود أصوله أيضا إلى سكود. ومع ذلك تحذر مبادرة التهديد النووي التي قدمت الأرقام من أن هذه الأرقام تعكس الصواريخ المستوردة من الخارج ولا تأخذ في الاعتبار الإنتاج المحلي الإيراني. كوريا الشمالية وإيران وتطوير سكود. وفي الوقت نفسه تمكنت إيران من زيادة مدى صاروخ شهاب ثلاثة، مما أدى إلى إنتاج قدر واحد الذي يبلغ مداه 1000 ميل. وقدر واحد هو أيضا المرحلة الأولى من صاروخ سفير مركبة الإطلاق الفضائية الإيرانية. وأدى التقدم الإيراني الأخير في صواريخ الوقود الصلب إلى توقف البلاد عن مواصلة تطوير أسلحة تستند إلى سكود. لكن صواريخ سكود كانت بلا شك مفيدة في منح أنظمة مثل إيران منصة يعول عليها للبحث والتطوير المبكر. وكوريا الشمالية أحد المستخدمين والمطورين الرئيسيين لمنصة سكود. حصلت بيونغ يانغ على صاروخين من طراز سكود بي إس من مصر في وقت ما بين سنتي 1976 و1981. وبدأ مشروع أبحاث الصاروخ الناشئ في البلاد في المضي قدما، وبحلول سنة 1986 كانت قد طورت نسخة محلية الصنع تحمل اسم هواسونغ 5، مع زيادة بنسبة من 10 إلى 15% في المدى والحمولة. وأعاد مطلب ضرب القواعد الأمريكية في اليابان علماء الصاروخ الكوريين الشماليين إلى طاولة الرسم. وبحلول سنة 1994 كانوا قد طوروا ما أصبح يعرف باسم صاروخ نودونغ، ويبلغ مداه 932 ميلا أو ما يكفي لضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية. ونودونغ ليس صاروخا دقيقا، حيث تصل نسبة الخطأ الدائري فيه إلى 1.3 ميل. صدرت تقنية نودونغ إلى إيران لبناء صاروخ شهاب ثلاثة، واستخدم صاروخ نودونغ أيضا بوصفه أساسا للصاروخ البالستي المتوسط المدى نودونغ واحد. واستخدم مزيج من محركات نودونغ وسكود في إطلاق صاروخ أونها ثلاثة إلى الفضاء. إرث صاروخ سكود سيلاحق العالم العقود. أفاد الكاتب أن عددا من الصواريخ التي تستند إلى سكود أطلقت خلال الحرب الأهلية اليمنية المستمرة، ويزعم أن الصواريخ المأخوذة من مخزونات الجيش اليمني باعتها كوريا الشمالية للبلاد. وأطلقت هذه الصواريخ على أهداف تشمل العاصمة السعودية الرياض وكذلك مكة المكرمة. ويصعب الحصول على تقدير دقيق لعدد الصواريخ البالستية التي أطلقت في الصراع. ويكمن أحد الأدلة في بيان أصدرته شركة رايثيون، الشركة المصنعة لصاروخ باتريوت، في وقت سابق من هذا العام. زعمت فيه أنه منذ جانفي 2015 اعترضت باتريوت أكثر من 100 صاروخ بالستي في عمليات قتالية في أنحاء العالم. وفي حين أن صاروخ سكود لم يطلق ولو مرة واحدة في غضب أثناء الحرب الباردة التي صمم من أجلها، فإنه للمفارقة أصبح تهديدا عسكريا كبيرا في حقبة ما بعد الحرب الباردة. ومنذ ذلك الحين خرج من الصاروخ نسخ أكثر خطورة، بل الأسوأ من ذلك، خرجت منه برامج أبحاث الصواريخ على يد الدول المارقة. وفي حين أن صاروخ سكود نفسه سيختفي في النهاية، فإن إرثه سيستمر في ملاحقة العالم لعقود قادمة.